السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في قناة فاطمة موند. نتمنى تدخلوا القناة ديالي ديروا إعجاب وتفعلوا الجرس وتابونا وتبارطاجيو مع العائلة ديالكم مع أصحابكم. اليوم إن شاء الله غندير هاد سميتو هاد الفراشة ديال البراد هاد الشكل هذا، واليد ديالو نفس الخدمة نفس الطريقة كيجيو بهذا الشكل هذا. وغنبداو بسم الله على بركه الله. دابا غندير اليد ديال البراد بهذه الطريقه هذه باش درت الفراشه، هي اللي غندير بها اليد ديال البراد باش كنهزوا البراد بحال هذا الشكل هذا. نفس العمليه اللي درت هنايا هي اللي غندير في اليد، وشنو اللي كنساري كنجي الابره والخيط وكنجمعو من هنايا. وباش نهرس هاد اللون هذا هاد اليد هذا غنديرو بالكريمه، وهاد الكريمه هذه غنديرها بالموف. وغنبداو بسم الله على بركه الله. كنبدا بالدائره السحريه، كنرسع فيها 3 ديال السلاسل، وكنخدم 15 عمود بلفه، 15 عمود بلفه زائد سلاسل ديال الارتفاع كتكون عندي 16 عمود بلفه. غنمشي بحال هكا حتى كندير 16 عمود بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتشوفوا انا ساليت الدور، السطر ديالي الاولاني كنجي لهاد السلاسل هادو ثلاثة، كنجي رقم ثلاثة كندير فيها غرزة منزلقة. هاد الشكل هذا، وكنرتفع بثلاثة ديال عفوا بجوج ديال السلاسل ماشي ثلاثة، وكنجي مباشرة فوق هاد العمود هذا. كندير فيه عمود بلفه وكنمشي من العمود الثاني هذا، كندير فيه هذا كندير عمود بلفه غير مكتمل، كنمشي لهذا كندير فيه عمود بلفه غير مكتمل، يكون عندي ثلاثه ديال هادو فوق الكروشي وكنخرجهم هكا. كندير جوج ديال السلاسل هكا، وتجي نفس المكان فين درت العمود الثاني كندير فيه عمود بلفه غير مكتمل، وكنجي الغرزه المواليه كندير فيها عمود بلفه غير مكتمل، وكنجمع خرجو كامل مع بعض. دير جوج سلاسل، نجي عاود نفس العمود اللي كنت درت فيه العمود الاول، ها هو هذا كندير فيه عمود بلفه غير مكتمل، وكنمشي الغرزه الثانيه كندير عمود بلفه غير مكتمل، ندير جوج ديال السلاسل، كنجي نفس الغرزه ها هي كنمشي بهذه الطريقه هذه حتى كنسالي السطر ديالي. انا هنايا وصلت للنهايه ديال السطر كيف ما كتشوفوا، انا خدمت هذا العمود غير مكتمل، وكنجي هنا هاد البلاصه هذه تحت هاد السلاسل هذه كندير فيه عمود غير مكتمل، وكنسد منزلق، وكندير جوج ديال السلاسل
وكنجي ما كنجيش فوق هاد السلاسل ديال الارتفاع، كنجي فوق هاد العمود هذا كندير فيه كنسد منزلق. وكنرتفع ثلاثة ديال السلاسل، عفوا ما كنرتفعش في هذا العمل هذا، كنجي مباشره هنايا كندير منزلقه هذا السطر هذا، انا عندي في هذا السطر الثالث هذا السطر هذا كنخدم ثلاثه ديال غرز حشو، الاولى والثانية والثالثة، وهذه كندير فيها جوج ديال غرز حشو، والثالثة كندير فيها غرزة نصف عمود. هنا كندير غرزة نصف عمود، وكنجي هذه كندير فيها جوج غرز نصف عمود. بعد ما درت في هذه ثلاثة ديال غرز حشو، درت هنايا ثلاثة ديال حشو، وهنايا جوج ديال حشو وواحدة ديال نصف عمود. في هذا السطر هذا كندير جوج ديال نصف عمود وواحدة ديال عمود بلفة، وفي هادو تنخدم أربعة ديال غرز عفوا ثلاثة ديال غرز عمود بلفة، ثلاثة ديال غرز عمود بلفة. كنكرر هاد ثلاثة ديال عمود بلفة في ربعة ديال سميتو، في ربعة ديال الفراغات، الفراغ الأول والثاني والثالث والرابع غندير فيهم ثلاثة عمود بلفة. أنا هنايا درت أربعة د هاد الفراغات هادو، درت فيهم ثلاثة 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 عمود بلفة، ثلاثة عمود بلفة، ثلاثة عمود بلفة، ثلاثة عمود بلفة. كنجي هادي كندير جوج ديال عمود بلفة هما، وكندير عمود واحد بجوج ديال اللفات هكا، وكندير جوج ديال السلاسل، وكندير عاود العمود بجوج ديال اللفات. وكندير عمود بلفة عادي الاول وعمود بلفة الثاني. كنحصل على هاد الصدفة هادي، كندير جوج ديال عمود بلفة زائد واحد عمود بلفتين زائد جوج ديال سلاسل وعمود بلفتين وجوج ديال عمود بلفة. وكنخدم عاود هنا اربعة ديال هاد الفراغات كاملين بربعة، كنخدم فيهم ثلاثة عمود بلفة في كل فراغ. بحال اللي درت هنايا هاد ربعة هادو غنديرهم عاود في هاد الجهة المقابلة. هادو هما أربعة، تنجي لهاد العمود هاد الفراغ هذا كندير فيه عمود بلفة بحال اللي درت في هادي، واحد عمود بلفة وجوج ديال نصف عمود، جوج ديال غرز نصف عمود. وكنجي لهادي كندير غرزة نصف عمود، وكندير جوج ديال غرز حشو. وكنجي لهاد الفراغ الاخر ها هو كندير فيه غرز حشو، ثلاثة ثلاثة غرز حشو ثلاثة. وكنجي كنسد هنايا
منزلقة. فهاد الفراغ هذا كنزيد فيه منزلقة. غرزة حشو الاولانيه اللي درت هي اللي كنزيد فيها منزلقة. ودابا كتجي السطر الرابع. السطر الرابع عاود كندير جوج ديال السلاسل، جوج ديال وحده ديال السلسله ديال الارتفاع، وجوج ديال السلاسل اللي كيكون ما بين هذا. كنخلي وحده ها هي، وكنجي الثانيه كندير فيها غرزه حشو. تنخلي وحده وكنجي الثانيه كندير فيها، كندير بعدا جوج ديال السلاسل، وكنخلي وحده كنجي الثانيه كندير فيها غرزه حشو. جوج ديال السلاسل وتنخلي وحده ها هي، وكنجي الثانيه. هذا السطر كله كنمشي بحال بهذه الطريقه هذه. جوج ديال السلاسل وكنخلي وحده، كنجي الثانيه كندير فيها غرزه حشو بهذا الشكل هذا. حتى فاش كنوصل هاد جوج ديال السلاسل هادو راه حتى هما كندخلو في الحساب. كنخلي هادي، كندير جوج السلاسل وتنخلي هادي، وكنجي لهاد السلسله هادي كندير فيها غرزه حشو. كنخلي عاود هادي، كنجي لهادي كندير فيها غرزه حشو. دابا ساليت السطر ديالي كيفما كتشوفوا، انا ساليت هنا. كنجي لهادي كنسد المنزلقة، وكنجي لهادي عاود كنخدم فيها ثلاثة ديال غراس حشو. والثانية كنخدم فيها جوج ديال غراس حشو الفراغ الثاني، وحده كندير فيها نصف عمود، وكنجي الغرزة الثانية الفراغ الثالث كندير فيه جوج غراز نصف عمود، والثالثة كندير فيها عمود بلافة. دابا هاد ستة ديال الفراغات اللي ماجيين غنخدم فيهم ثلاثة عمود بلافة في كل فراغ، ستة ديال الفراغات كاملين. هذا هو الفراغ الاول، كنخدم فيهم ثلاثة عمود بلافة في كل فراغ. الفراغ الثاني كنمشي بحال هكا حتى كنخدم ستة ديال الفراغات، كنخدم فيهم عمود بلافة. ثلاثة دابا خدمتهم، غنزيد ثلاثة اخرين. بعد ما درت هاد ستة ديال الفراغات درت فيهم ثلاثة عمود بلافة، ها هما كما كتشوفوا. دابا كنجي لهاد الفراغ هذا، هذا كندير فيه جوج ديال عمود بلافة، والثالث كندير فيه عمود بجوج ديال اللفات. كندور الخيط على الكروشي جوج ديال المرات، وكنجي لهذا كندير فيه عفوا جوج ديال عمود بلف بجوج ديال اللفات، والثالث كنديرو بثلاثة ديال اللفات. كندور على الكروشي ثلاثة ديال المرات، المرة الأولى وهاد الثانية وهاد الثالثة. وكنجي لهاد الفراغ هذا كندير فيه ثلاثة عمود بثلاثة ديال اللفات، ثلاثة عمود بثلاثة بثلاث لفات. كندور على الكروشي ثلاثة ديال المرات، كنخرج المرة الأولى والثانية والثالثة. عفوا هذا درت فيه جوج، ندير ثلاثة ديال اللويات فوق الكروشي. وكندير ثلاثة ديال سلاسل، وكندير عاود
عمود ثلاثة ديال اللفات. هاد المرة ما كنخدمش في مكان واحد، كنجي لهاد الفراغ هذا كنخدم فيه ثلاثة عمود ثلاث بثلاث لفات، كنخدم ثلاثة عمود بثلاث لفات بحال اللي درت هنايا. هادشي اللي درته هنايا صافي، هادشي اللي درته في هاد الجهة هادي غنديرو في الجهة مقابلة. عمود بثلاث لفات عاود هنا في هذا الفراغ هذا، كيف ما درت في هذا الفراغ هذا قبل الاخير في هذا السطر درت فيه عمود واحد ثلاثة ديال اللفات وجوج ديال عمود بجوج ديال اللفات. هادو غندير جوج عمود بجوج ديال اللفات بلفتي هنايا. هذا السطر هذا الجهه هذه تكرار اللي درتو في هذه الجهه هذه. كندير عمود بجوج ديال اللفات وكندير عمود جوج ديال عمود بلفه صافي. وكنجي كنخدم عاود هنايا ستة ديال عمود بلفه في ستة ديال الفراغات، كل فراغ كنخدم فيه ثلاثة عمود بلفه. الفراغ الاول كنخدم فيه ثلاثة عمود بلفة، والفراغ الثاني كنخدم فيه ثلاثة عمود بلفة، والفراغ الرابع والفراغ الخامس والفراغ السادس. وهاد سميتو هنايا هاد الفراغ هذا كندير فيه عمود واحد بلفة وكندير جوج ديال نصف عمود، نصف عمود الاول نصف عمود الثاني، وكنجي هنا كندير فيه نصف عمود واحد وجوج ديال حشو غرزتين حشو، وكنجي هنا كندير ثلاثة غرز حشو ثلاثة ديال غرز حشو. ساليت السطر ديالي كنجي هنا كنسد منزلقة وعاود كنعاود داك سميتو كنرتفع بثلاثة ديال السلاسل وتنخلي سلسلة واحدة وكنمشي كنخدم الثانية. كنمشي السطر كله بهذه الطريقة عاود سلسلة واحدة وكنخدم في الثانية وكندير جوج ديال السلاسل في هذا ما بين ما بين غرزة حشو وغرزة حشو كندير جوج ديال السلاسل. كنمشي هكا السطر كله. دابا أنا في السطر ما قبل الأخير، في هذا السطر هذا كنبدا بثلاثة ديال غرز حشو في نفس الفراغ ثلاثة، وهنايا جوج ديال غرز حشو ووحدة غرزة نصف عمود، وكنجي هنا كندير جوج غرز نصف عمود، والثالثة كندير فيها عمود بلفة. وكندير في هاد الفراغات هادو 12 فراغ كندير فيهم 3 عمود بلفة في كل فراغ. 12 مرة كتكرر عندي 3 عمود بلفة، كل فراغ كندير فيه 3 عمود بلفة بهذا الشكل هذا. دابا ساليت داك 12 عمود 12 فراغ فيهم 3 عمود بلفة في جميع الفراغات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دابا كنجي لهذا كندير فيه جوج ديال عمود بلفة، والثالث كنديرو بعمود بلفتين بجوج ديال اللفات. وتنجي لهذا الفراغ هذا كندير فيه ثلاثة عفوا ثلاثة عمود بلفتين بجوج ديال اللفات، ثلاثة بجوج ديال اللفات.
وتجي لهاد الفراغ هذا كدير فيه جوج ديال عمود بجوج ديال اللفات، والعمود الثالث كنديرو بثلاثة ديال اللفات. وتنجي لهاد الجوج هادو كندير فيهم ثلاثة عمود بثلاث لفات. هما ثلاثة عمود بثلاث لفات، كندير ثلاثة سلسلة، وكنجي لهاد الفراغ هذا المقابل كندير فيه حتى هو ثلاثة عمود بثلاث لفات. دابا هاد الجهة كاملة عاود تكرار داكشي اللي درتو في هاد الجهة هادي، تكرار من هاد الجهة هادي. صافي كنمشي كندير داكشي اللي درتو في هاد السطر هذا، في هاد البدايه ديال هاد السطر، وهو اللي كنعاود في هاد الجهه. دابا كيف ما كتشوفوا ساليت هاد الجزء اللي كيكون في الوسط. دابا غنخدم هاد الجزء هذا اللي كيكون في هاد سميتو هاد التشليف هذا. قطعت الخيط هنا وغنجيب هاد اللون هذا، كنجي هنا في هاد البلاصة هادي، كنرتفع بسلسلة واحدة، وكنخدم واحد غرزة حشو الأولى والثانية والثالثة، ثلاثة ديال غرز حشو، وفي الثالثة كندير غرزة البيكون. كنرتفع بثلاثة ديال السلاسل، وكنرجع هنا تندير فيها منزلقة، وكنخدم عاود غرزة حشو الأولى والثانية والثالثة، في الثالثة كندير غرزة البيكون ثلاثة ديال السلاسل، وكنرجع السلسلة الأولانية لهاد البلاصة هادي كندير فيها منزلقة. كنمشي بهاد الطريقة هادي حتى كندور على العمل ديالي كامل. وما تنساونيش في التعليقات وتابونا وديروا جيم البنات اللي باقي مبتدئات، راه هادشي اللي كندير كامل ديال المبتدئات. وبارطاجيو مع الناس بزاف، بارطاجيو. كنمشي بهاد الطريقة هادي حتى كنوصل لنهاية ديال، حتى نوصل هنايا. ديك الساعة نوريكم الطريقة باش كنصايب هاد الخيط هذا. بعد ما ساليتها كنسد المنزلقة بهاد الغرزة هادي، وكنرتفع واحد سبعة ديال غرزات بحال هكا ولا ستة على حساب نتوما شحال ما بغيتو، وكنرجع فيها بغرز حشو بهاد الطريقة هادي. وتنحصل على هاد الشكل هذا.
هذا هو الشكل النهائي ديالها. وعاد كنحيد هاد الخيوطه هادو، وكنجيب ابره التنظيف، ابره هذه عاديه، كنجي كندخل هنا من الداخل باش ما تبان لي شي الخياطه، وتنخيط بهذه الطريقه هذه باش كنحصل على يد البرد ولا اروع. ساهل وبسيط، بخطوات ساهلين، وشويه ديال الخيط ما كياخذش بزاف، بجوج بهم كياخذوا شي حتى 3 دراهم ديال الخيط. هادي 5 دراهم ديال الخيط درت بيها كاش بلاطو، وهادو 5 دراهم في هاد الموف هذا، وباقي شاطلي فيها. وهذا عندي، المهم خديت فيه بزاف على حساب انت واش بغيتي تكبري تزيدي تخيطيه مزيان. انا غنكتفي بهذا الشكل هذا، كنحصل على هذا الشكل هذا.